سؤال في 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 محله، تعرفين انه الان التجار يتعاملون بالدولار، يعني بضاعته من يبيعها حتى بالتجزئه، يعني يبيع من يبيعها لتاجر المفرد، للبائع المفرد، ما يبيعها الا بالدينار العراقي، يسعر لها بالدولار، فبالتالي التاجر ما راح يخسر، المتضرر الوحيد هو المواطن، سواء ارتفع الدولار او بقى على حاله او انخفض نفس الحاله. ليش؟ لانه التاجر ما يريد يخسر، بالتالي اذا شهدنا مثلا انخفاض بسعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، راح التاجر شو يسوي؟ يصعد دولارية السلعة. بمعنى أنا لو افترضنا هذا القلم، لو أنا افترضنا راح مشتريه بدولار اللي هو ب 1450، إذا نزل لل 1200 راح شو يسوي؟ راح يصعده يسوي دولاريته بدولار و20، يعني بالعكس، هو هنا هو زادت ارباحه بحدود 50 دينار لكل قلم. هذا بس للتبسيط. احنا بغض النظر عن رفع او تخفيض سعر الدولار، كان يفترض بالحكومه العراقيه وهي الان تملك بحبوحه من الايرادات اللي ممكن، كيف شو تسوي؟ تنزل للسوق، يعني شوف شلون تنزل السوق، تكون هي تاجر نظير الى تاجر القطاع الخاص، تبيع تشتري سلع. اذا لاحظنا انه الدوله ما راح تخسر اذا تشتري، ليش؟ لانه هي تشتري بالنفط، النفط اللي قيمته اللي تكلفته 7 دولار. لاحظي، اذا اشترت الدوله سلع ومواد غذائيه وكماليات، حتى كماليات، ونزلت الى السوق، وهي وعدها منافذ، عندها وزارة التجارة تملك عدد كبير من الاسواق المركزية.